مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين ومتتبعي لو سيت سبور اللي كنعتبرها رائده من رواد الاذاعات الالكترونيه الرياضيه في المغرب، وكنتمنى لكم من هذا المنبر كل التوفيق وتبارك الله عليكم. فيما يخص رجعتيني واحد 20 سنه للوراء، الصراحة كانت ذكرى من أحسن ذكريات الكروية ديالي، سيرتو هذيك المباراة كان عندها واحد الوضع خاص، لأن العام اللي قبل ما نلعبو ذاك النهائي كنت ديجا كنلعب في صفاقس وكنت سجلت على نجم الساحل، سكيفي قبل من المباراة كانوا محتاطين مني بزاف وهذا، مي بون هو كان سوء تدبير ديال المدرب، لان لو كانت عنده شويه ديال الشجاعه وكان قرا قراءه مزيانه للماتش كنظن اننا نفوزوا بديك الكاس، سورتو العناصر اللي كنا كنتوفر عليها في ديك الوقت، عناصر تبارك الله كانوا لاعبين كبار اولاد الوداد، يعني برودوي تيبيكمون ودادي. كما قلت لك هذه كتبقى من احسن ذكريات الكرويه عندي، وهو ما خصناش دائما نبداو نقلبوا على الاعذار وهذا، خاصه في هذه المرحله من المسابقه، كي لان ملي كدوز للدور الربع النهائي كيبقاو غير الفرق الكبار، سيرتو هاد النسخه ديال هذا العام الا شفتي في دور ديال الربع ان بقاو 8 الفرق كلها فازت بين تشامبيونز ليغ، سكيفي الا جينا نقلبوا من دابا على الاعذار وعلى دوك لي بريتيكست الخامين كنظن بان سي بيت. علاش؟ الوداد عنده فريق كبير، عنده لعابه كبار، عنده تاريخ، عنده جمهور، نجم الساحل حتى هو فريق لا يستهان به، حتى هو كيتخبط في مشاكل، ما تنساوش بان نجم الساحل حتى هو راه مشى ليه مدرب، مشاو ليه لاعبين، مشاو ليه هذا، كما الاغلبيه ديال الفرق اللي كتجيهم واحد الفترة ديال الفراغ، ولكن هذا ما نظنش انه غادي يكون سبب من دابا نسبقوه لا قدر الله الا كانت شي نتيجة ما هياش، ولكن كنظن ان الوداد عنده ما يكفي من الخبرة ومن التجربة ومن الرغبة، لانه هذه فرصة انهم باش يبينوا بان هذه الفترة اللي كانت غير فترة فراغ، لان ملي كتجي تشوف الوداد راه ما حصلش على شي تغيير كبير، يعني ابار واحد اللاعب ولا جوج اللي مشاو، غير هو انا كنت دائما ضد السياسه ديال اقاله المدرب في وسط الموسم وهذا، لان علاش؟ هذه كتبين على واحد ضعف في اتخاذ القرار، لان ميمكنش انك تخضع للضغط ديال الشارع، خاصه في واحد المرحله اللي هي حساسة وحاسمة في الموسم، سيرتو كنشوفوا الوداد مالغري هاد المشاكل ومالغري التعثرات انه راهو متصدر البطولة، وهذا راه ماشي من فراغ، لان ما يمكنش غادي تصدر البطولة وانت ضعيف، مستحيل، سينو الفرق اللي تحت منك اضعف منك، يعني انت كما كنقولوا تي لو ميور دي فيبل، مي باركونتخ كاين واحد الحاجه اللي كيقولوا لها جمع عام كيدار في اخر السنه، هذاك هو اللي فيه المحاسبه، اما باش نجي ونحاسب رئيس ونحاسب فريق وسط الموسم، وخاصه في الظرفيه، لان الى 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 بقيتي كتضغط على المكتب وكتضغط على اللاعبين راه كتجر الفريق الا ما هو أسوأ. بالعكس انا كنت كنتمنى على ان الجمهور يمشي ورا الفريق ديالو، يساند الفريق ديالو، وفي نهاية الموسم لا كانوا النتائج مزيان، هادشي ما نتمنى، ما كانوش النتائج راه اوتوماتيكمون راه غادي يكون تغيير، كو سوا في 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 فيما يخص فيما كل تسييري ولا لاعبين ولا مدرب وهذا، لذلك كنتمنى على ان الوداد يساعد الجمهور ديالها ويحاول ما امكن انهم يدير واحد الطاقه ايجابيه، يعني ما يبقاش داك اللغه ديال التهديد والضغط، لان راه كنا متاكدين بان راه كتاثر بشكل سلبي على الفريق،
العودة للنجم الساحلي، النجم الساحلي فريق اللي تا هو عنده تاريخ، فريق كبير عنده لاعبين ممتازين. شفنا بان تا هو دينيرمون استغنى على مدرب، جابوا مدرب جديد اوتوماتيكمون كيكون داك لو ريفلكس، داك ردة الفعل كتجاوب مع المدرب الجديد. داير سمعت بانهم ربحوا اخر مباراه بخمسه، وهذا الشيء اللي ما حصلش مع المدرب السابق، لان خسروا بزاف ديال المباريات، ما كان لا اداء لا حتى شي حاجه. دائما نجم الساحل كيجي للمغرب كيأدي مباريات كبيره، وهذه يعني معترف بها تاريخيا، لانه لا مع الرجاء لا مع الوداد لا مع الجيش كنظن كان ند للند، كان فريق صعيب، فريق منظم. كنشوف بان الوداد هو اللي غيكون عليه الضغط اكثر. علاش؟ لان المباراه ديال العوده غادي تكون في تونس، وانت راك عارف مباريات في تونس خاصه في كل ما يتعلق بكاس افريقيه او عربيه، كيفاش الظروف اللي كيتجراو فيها المباريات، الضغط بعض المرات. واخا انا يعني من المبادئ ديالي ما ندويش على التحكيم، ولكن ولا حتى هو كي عنده تاثير في نتائج المباريات. لذلك كنتمنى على ان الوداد يكون في نهارو، يحاول يسجل ما امكن. انا اللي كان نوصي عليه هو انه ما يستحق الوداد حتى شي هدف، باش على الاقل يمشي يلعب مرتاح في تونس. وكل توفيق للوداد. وكما قلت لك الوداد رغم ان هذا من نهار في المباريات الكبار كيكون كتكون الوداد كبيره. هو صراحه انا عرفت الاحتراف في الوقت اللي تحققت بنادي صفاقسي، كنظن سنه 98. يعني في ذاك الوقت بكل صراحه وبكل واقعيه وكل امانه، يعني النوادي التونسيه كانوا فايتين بزاف، لا من ناحيه التنظيم، لا من ناحيه التسيير، لا من ناحيه حتى العقليه. وهذا وصلوا للذروه ديال العطاء وديال النضج الكروي والتسييري في جميع الرياضات، ماشي غير في كره القدم، في لي زاني 2000. مي من بعد كنضر من بعد ما كانت الثوره ديال تونس، وهذا شفت بان فريمون كانت اون ديغراداسيون، سافو دير ما بقاش داك التوهج ديال الرياضه التونسيه، ما بقاش داك الحضور التونسي في المسابقات الافريقيه ولا حتى على مستوى المنتخب التونسي. ابار المشاركه الاخرى شفنا منتخب تونسي كان منتخب ضعيف، ولكن التجربه ديالو وبلو سافوار فير كما كنقولوا بديك الحرفيه، انه وصل كوميم مالغري لي مويان ميديوك عندهم، مالغري المشاكل، مالغري هذا، مي كتبقى بارابور لينا. يعني بان زعما رغم دوك المشاكل اللي عاشتها تونس السياسيه، لان كتاثر على جميع المجالات الحيويه اللي في البلاد. لان ملي كيكون استقرار سياسي اوتوماتيكمون كيكون توهج في جميع المجالات، كو ساسوا رياضيه ولا اقتصاديه ولا ثقافيه ولا حتى سياحيه. لذلك كنقول لك بان كان 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 واحد ماشي غنقول لك ديك دخلوا في ديك المرحله ديال عدم الثقه ولا هذاك. باغ كونتر نقول لك هو ذاك المشاكل السياسيه هي اللي اثرت مباشره عليهم. مي كنقول لك هما باش مزيان يقدروا يرجعوا في ساعه، لان عندهم لا فولونتي وعندهم ناس كومبيتون كما كنقولوا باش يرجعوا للمستوى اللي كانوا عليه قبل. ومن هذا المنبر كنتمنى ان شاء الله انه نهار السبت الوداد تكون في نهارها، وانا كل ثقه، لان كما قلت لك الوداد راه تاريخ، الوداد راه امه كما كنقولوا. حاجه وحده زعما كنتمنى ان الجماهير فيا لي ريزو سوسيو ولا عن طريقكم ولا هذا توصل واحد الرساله للاعبين بان راهم ساندينهم، وينساو هذه المرحله الفارغ اللي مر بها الفريق، لان راه القادم اصعب. لذلك خاص جميع مكونات الفريق تتلائم وتحاول انها تنسى هذه المشاكل اللي واقعه، وهذا كل ما
كل ما هو كل ما يفسد الجو او يزعزع البيت الودادي كنقول لهم في هذا المنبر بان راه الوداد كبيره وغتبقى كبيره وان شاء الله. كنتمنى ان نشوف شي نهائي وداد الرجاء ان شاء الله.